انا صار عندك شيء نوع من الابتعاد او ابتعاد عن كل شيء اعلام تقليدي مثلا، يعني تبع صحافه تلفزيون او فضائيات، ما راح انجز ابدا يعني، يعني من الان وصاعدا اي لقاء هو بالاساس يعني كان مرفوض من قبل، يعني يعني موقع الكتروني صحيفه جريده او تلفزيون يعني مش مهم، لانه اللغه اللي انا بعبر فيها الان هي عندي اهم، ما بدي انا بخرج مع يعني مثل الموميات الفرعونيه بقوالب خشبيه حتى يحدد واحد اللغه تبعي او مسار الحوار تبعي او لغتي او كيف بدي اعبر عن سفهان ادم، او ما بيضغط علي من اجل انه جامل هاي المؤسسه او هذا الفكره او هذا الايديولوجي لشخص ما او لمؤسسه ما او لتي في ما، ما بيهمني هذا الشيء. لغتي مملكتي الخاصه، انا اندلس مملكتي الخاصه، من بده يتعرف على سبعنا ادم بيدخل على هاي المملكه، معزز مكرم ملك وامير سعيد، انا اعبر عن رايي كما اريد بلغتي باشيائي بالمجون تبعي بالجنون تبعي بالواقعية المفرطة بالذكاء بكل شيء، أنا أبين لغتي كما أريد. يعني العالم التقليدي أصبح على إشارة إكس، يعني بكل التوابع تبعه، يعني بكل الموني تبعه، يعني بالمذيعين تبعه، بالنقاد تبعه، بالمحررين، بالصحفيين، لا يهمني على الإطلاق أحد على الإطلاق.